الان وسط مدينة احتواء طيران المروحة التابعة لقوات نظام الاسد الارهابية نفذت وسط مدينة احسيم في الشارع الرئيسي للمدينة. كما نلاحظ النيران تشتعل خلفنا. نفذ عدة تنفيذات في عدة مناطق ولا في عدة احياء. دمار كبير في الممتلكات السكنية والعامة. حركة نزوح كبيرة للاهالي. اذا كما نلاحظ حركة النزوح نزوح الاهالي. الاهالي جميعهم يخرجون من هذه القرى ومن هذه البلدات. حتى لو بقي طفل فينا واحد وكل خطرة حتى اخر خطرة. سنقدم كل دماءنا وباقين ولن تفتح الطرقات ولا نريد لا دورية تركية ولا دورية تونسية. طلع برا. اذا ملاحظ خلفي اثار القصف والدمار الذي تعرضت له بلدة احسيم وقرى جبل الزاوية بشكل عام بطائرات المروحية التابعة لقوات نظام الاسد الارهابي. تسببت هذه الغارات بارتقاء مدني شهيد بالاضافة الى وقوع عدد من الجرحى وحرائق ودمار كبير كما تشاهدون خلفي بشكل تام، بالاضافة الى مناطق اخرى تعرضت لقصف مماثل ادى الى دمار كبير وحركة نزوح كبيرة. لقناة OGNTV احمد رحال ريفو ادلب.